كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. هذا في هذا الحج الصحي، احنا هذي 4 شهور احنا في حج صحي، ودينا والاحياء ديالنا مشدودين عليهم. احنا ما كان فينا لا وباء لا والو، ولكن من تحلوا المعامل ظهر الوباء في طنجة، ظهر الوباء في طنجة بالسبب ديال المعامل هذوك الناس اللي سافروا، اللي حتاو لهم فرقونيتات وجاو مخبعين وكانوا مشدودين وسافروا جاو الوباء. ومن ناحية ديال قرار ديال الحكومة اللي قال لك طنجة مشدود عليها، ياك طنجة وين مشدود عليك، عندك تعريف طنجة مشدود عليك، حنايا مشدودين علينا بالضر. أما اللي هو ساكن في طنجة وخدام وكلشي في طنجة عنده التعريف خير يبقى في كازا في الرباط، كله يسافر كله يبحر كله، حنا عندنا زود بحورة ما تمشي حتى الربع ديالو. هذا قرار حكومي، هذا قرار، أنا ولادي كيدوبوا في السطح، أنا نكب عليهم الماء، هذا قرار خصهم يتخذوا في هذا القرار، هذا خصهم يرجعوا فيه. ولا هذا حكومة، هذه دي آخر ديالها، هذه العدالة والتنمية آخر ديالها، ما تزيدش القدام. الساهم كيدوم مساكن، البارح أنا كنشوفو مساكن رجعوا بالفوط ديالهم، جالسين في العارة كيسطحوا مساكن في الفوط ديالهم، كلشي رجع. الحد، الحد هو اللي عنده، هاد الشباب الحد اللي عنده خدام بوبري على وليد على العائلة ديالو، على هذا الحد يمشي بحر يردو على التعريف طنجاوي. تينا كازاوي رباطي وخاصكم في طنجة، 700,000 سكان طنجة، 1.5 مليون كاملين داخلي. فهمتيني، هما اللي في المعامل، حنا المعامل كان عندنا زوج الشباب عندنا اللي خدامين المعامل، 708,000 طنجاوي هما اللي كاينين، هما اللي كيبحروا، ولوطيلات محلولين مراكش، لوطيلات ومسابح ديال البلدية كانوا محلولين، إلا طنجة مسدودين. ما شدوها صافي، خليه فيه صافي، الصيفية خليتي فيها الصيفية وصافي، خليتي فيه. دور دعم اللوطيل ديال قرطاج، هاد الحكومة دعا لها التنمية، قتلت مدينة اللي في الشمال، مدينة اللي في الشمال، سينا وسميها طنجة، كتسميها طنجة، مدينة اللي في الشمال، ما عرفناش يعني المدينة اللي في الشمال شكون هي، كاينة اللي مدينة، وهذا وهادي عاد راه راجل كيكون في الحكومة، راجل ما عرفتني عنده منصب في العدالة في الحزب ديالو، يقول هاد القرار هادي، دابا هاد الشهر هذا ولا 15، حلوا لنا 15 يوم نعوموا نبحروا فيها بركة، صيفية مسات. شهر 8 تتقاضى شهر 8، حنا ما سافروسي يا خو خدام ساكن حتى هو ساكن الحومه والجار ديالي عنده التعريف كازا يمشي على الرباط ولا خريبكا يمشي على سيدي قاسم سافر مع راسو، الا التعريف طنجه ما يسافر ما والو. دابا هادشي اللي وقع هنايا في طنجه راه الحاله الوبائيه ديالها صعيبه صراحه الله، وخص ضروري المواطن ولا الشعب دابا يكون تفهم هاد الحاله اللي كتعيشها طنجه، وطنجه من دون بزاف ديال المدن المغربيه اللي كتعيش هاد الحاله الوبائيه اللي هي خطيره بزاف. دابا خصم المواطن يكون كيتفهم القرارات ديال الحكومه، ويكون يعني دابا واحد الساعه خصنا نضمنوا فيها وبالصبر يدوز كل شيء ان شاء الله وصافي. صراحه زعما هادشي ماشي معقول، نهضروا تنايا ونقولوا زعما هادشي ماشي معقول، لان مثلا كنشوفوا يعني مسائل متناقضه مع بعضيتها. بالنسبه دابا حنايا في طنجه هنايا كنتحسبوا منطقه جوج، ومنطقه واحد مثلا تيطون هي قريبه لنا منطقه واحد، وكيجيو الناس ديال الداخليه وكيجي لهنايا لاكارت ناسيونال ديالو عنده فيها الداخليه يمكن له يبحر مثلا في منطقه جوج، والناس ديال طنجه شادين عليهم البحوره اللي هي لطنجه وما يمكنلكش تخرج على طنجه. وفي نفس الوقت يعني المتنفس الواحد ديال الطنجاوي، انا كنهضر اسم ديال الطنجاوي، المتنفس الواحد ديال الطنجاوي هو بحر العام كامل ديال الخدمه والبرد، انت عارف فاش كيجي داك 3 شهور ديال البحر كيمشي باش يدي فولا يرس الروتين ديالو. كيلقى دابا حاليا انت كتشوف البحوره مشدودين، ما عندك لا فين تمشي تفاجي مع راسك، ما عندك فين دي وليداتك، مالين الدار، وتناقض كبير صراحه. بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين هاد الامراض وهادشي، بالنسبه لي انا احسن يسدوه، سدوا كل شيء ولا شنو، سدوا كل شيء ولا يفتحوا كل شيء، ماشي واحد بحر مفتوح وواحد مسدود، فهمتيني؟ ما كاينش فرق بين القصر الصغير وطنجة، خاصة هذا يكون مفتوح. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.